من أعماق الظلام واليأس يولد دائما شعاع أول ضوء، وفي غمار المحنة القاسية يولد شعاع أول ضوء، وتكون البداية إحساسا غريبا بالسكينة ينزل على القلب وهو في صلاته، فيفوض أمره لخالقه ويقول مع الذكر الحكيم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فيقول له ربه: أما وقد سلمت بقضائي فبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولأرفعن عنك كربك وهمك حتى ترى ما كان ضربا من المستحيل ميسورا بأمري، وحتى يتعجب معك أصحاب الحيل مما كانوا عنه عاجزين. كلمات للكاتب الراحل الموهوب الجميل عبد الوهاب مطاوع بتشرح نفسها بنفسها، وبتبعت رسالة لمعظم الناس اللي بيمروا بأزمات كبيرة أو محن عظيمة. لما الواحد مننا بيفوض أمره لله اللي خلقه ومش هيسيبه ومش هيضيمه، الإنسان ده ممكن يكون في مركز عظيم أو في آخر الطابور مستني فرج ربنا عشان يكمل عشاه وعشا عياله، وكل واحد حلمه على قده، وزي ما المتنبي قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغار صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الصغير في عين المتنبي هو الشخص اللي في مكانة كبيرة ومش شايف إلا الصغائر، فبيبقى صغير قوي. لكن في عيوني الصغير هو الإنسان اللي حاله بسيط، فمش مطلوب منه إنه يشوف المصالح العليا زي ما كنت بقول امبارح، مطلوب منه وهو طالب الستر. والستر شكله مشواره بسيط، لكنه لو تعلمون عظيم. وفي كل الأحوال وفي كل الحالات بتيجي السكينة مع التفويض، ومعاهم رفع الكرب والهم، مش كبسولات مسكن لكن حقيقة عاشها كل كبار السن، مش كبار كبار السن قوي، كبار السن اللي فوق الأربعين ويمكن الثلاثين، في دنيا دوارة قوي. فصبرا يا أهل مصر، فرج الله قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد صيني رفيع المستوى برئاسة لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. حضر اللقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومتحدث الرئاسة المستشار أحمد فهمي قال إن لي شي بيقول إن الصين شايفة اللي بيحصل في مصر بشكل إيجابي في التطور والتنموي والتطوير في محور قناة السويس، وشايف مناخ الاستثمار بيتحسن. الرئيس السيسي أشاد بتجربة التنمية في الصين، وقال إن في فرص للاستفادة المتبادلة بين البلدين، واتكلم عن زيادة التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا و...
والطاقة والسياحة والمناخ. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة السيد لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسفير الصين بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد لي شي نقل خلال اللقاء تحياتي وتقدير الرئيس الصيني شي جين بينغ للسيد الرئيس، وهما ما بادله السيد الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني. كما شهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين. وفي ذات السياق أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، منوها في هذا الصدد إلى جهود تطوير محور قناة السويس التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب والتحسن المضطرد في مناخ الاستثمار، مشيرا إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما أشاد السيد الرئيس بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكدا توفر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين، وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالات عدة من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث عرض الجانب الصيني رؤياه في هذا الشأن. وأكد السيد الرئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة. امبارح كانت أول حلقة لينا، وامبارح كان المفترض أن ضيفي يكون الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أستاذ فريد من الشخصيات المحترمة، والحقيقة أنا سعدت بلقائه امبارح، وفعلا قمنا بالتسجيل قبل الحلقة بساعتين تقريبا أو ساعة وشوية، ولكن للأسف الشديد كان في مشكلة في الميكروفون اللي أنا لابسه، فصوتي كله كان مش طالع في هذا اللقاء. اضطرينا أننا النهاردة نقعد نعمل دوبلاج لنفس الأسئلة اللي أنا سألتها عشان خاطر يبقى الصوت ظاهر، ما بقاش الأستاذ فريد بيتكلم على حاجة ما الناس مش سامعين هم بيقولوا إيه. قبل ما يعني أو وقت ما أعلننا عن الحلقة كان المشاعر متباينة كالعادة، انتوا ليه مستضيفين الراجل ده، ومشاعر اخرى بتاعت برافو عليكم انكم مستضيفين الراجل ده. انا الحقيقة في رأيي الشخصي برافو علينا اننا مستضيفين الراجل ده، لانه رجل سياسي محترم ليه اراء قد اختلف معها تماما، وليه اراء قد اتفق معها تماما، ولكن هو رجل في عالم السياسة، رجل محترم ومهم جدا. لكن من ساعة ما اللقاء ما اتذاعش امبارح وكنا قاعدين بنشوف هنصلح الدنيا ازاي، ويقول لك ان أسامة كمال ما طلعش يقول اي حاجة، الحقيقة فعلا ما قلش اي حاجة، لان كنت بطلع في الفواصل بقول طب هنعمل ايه، طب هنحل ازاي، طب المساحة اللي محتاجة انها تعديل ويحصل دي شكلها ايه. للحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي خلاص كل شيء اتظبط في هذا اللقاء
من ناحية الأسئلة اللي كانت بتطرح في الصوت، وهيتم إذاعة اللقاء إن شاء الله بكرة، وبكرة هيكون موعد الإعلان عن الإجراءات والمواعيد الخاصة بالانتخابات الرئاسية. كنت أتمنى أن الأمور تعدي على خير وكانت تبقى أول حلقة فتحة خير مع الأستاذ فريد، ولكن إن شاء الله تكون فتحة خير عليه بقى هو في الانتخابات الرئاسية، أن يكون في أول يوم بتذاع في هذه الحلقة. طبعا الناس اللي دخلت في النص وافترضت وقالت احنا هنشوف من ده كتير، اتمنى اننا ما بقولش ما نشوفش ده تاني، بس اتمنى نشوف منه قليل عشان الامور ابسط من كده واهدى من كده، ونقدر نتعامل معاها ببساطة شوية وبمزيد من الثقة. فبكرة هيكون عندنا لقاءين في منتهى الاهمية، لقاء مع الاستاذ فريد زهران، ولقاء مع المدير التنفيذي للجنة العليا للانتخابات المستشار البندال. الأمانة العامة لحزب التجمع قررت أنها تفوض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي والهيئة البرلمانية للحزب وقيادة اتحادين الشباب والنساء لإصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية، ويؤكد على الحفاظ على الانتصار الشعبي في ثورة 30 يونيو، وبالتخلص من حكم جماعة إرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة الاستخبارات الاستعمارية، واللي الإخوان وحلفائهم هم أدواتهم، وده حسب كلام حزب التجمع. مع دعم استقرار الدولة، تقوية مؤسساتها التشريعية والقضائية والسياسية، وجيشها وشرطتها المدنية، عبر المكاشفة مع الشعب في كل المخاطر اللي بيتعرض ليها الوطن، ودعم الحريات العامة والتعددية السياسية، ودعم استقرار الدولة على أساس الدستور بسلطتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وقوتها المسلحة، والتصدي لكل محاولات تمرير سيناريو الفوضى اللي بيستهدف هيبة الدولة، تمهيدا لتفكيك الوحدة الشعبية في مواجهة المخططات الإرهابية. بدل ما أنا بقول لكم كتير، تعالوا نعرف أكتر من معالي النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ أسامة، وسعيد بأن أنا أبقى في مداخلة مع حضرتك وصلتك الحلوة، وتدي الثقة ليا وللناس في. متشرف بحضرتك. الله يخليك. متشرف بحضرتك. يعني النهاردة البيان ده بيان أعتقد أنه هو في منتهى الأهمية، وحبينا أنه هو يكون في صدارة برنامجنا النهاردة. ما المقصود؟ إحنا عايزين نوصل لإيه؟ وما هي الرسالة اللي بيوجهها الحزب للشعب عموما؟ إحنا داخلين على انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذه الانتخابات مش مجرد انتخابات عادية أو مجرد اختيار رئيس جمهورية، ولكن مرتبطة بالأهداف الوطنية اللي خرج الشعب المصري في 30 يونيو لتحقيقها. وأي تجاوز لده باعتبار أن ما خرج له للشعب المصري في 30 يونيو قد تحقق، وداخلين على مرحلة جديدة، ترى الأمانة العامة لحزب التجمع أن هذا غير صحيح، وأن المخططات اللي تستهدف إضعاف مصر وكسر هيبة الدولة وتمرير سيناريوهات جديدة وصولا لده لازالت قائمة، وده مش خيال، ولكن ده موجود في دراسات وفي أوراق وفي ممارسات. نمرة اثنين، ان الأدل ده ترى الأمانة العامة ان التالي الاختيار للرئيس القادم في مشاكل اقتصادية الناس بتعاني منها، في مشاكل اقتصادية في الاقتصاد الوطني نفسه، ان لازم اعاده الاولويه للانتاج الصناعي والزراعي، لكن عندما نيجي نختار رئيس جمهوريه مش هنختاره على اساس فوضى السوق اللي موجوده من وجهه نظرنا وغياب الرقابه، لكن هنختاره من وجهه من زاويه المهام الوطنيه المطروحه على الشعب المصري وعلى الرئيس القادم. مش عارف قصدك حضرتك ايه بموضوع الفوضى اللي موجوده في السوق؟ اللي هو يعني الاسعار بتاعت انفلات الاسعار، انفلات الاسعار وتحكم الاحتكارات فيها، وغياب الرقابه الحكوميه على الاسواق وكده يعني. تمام. فده بيسبب الم للناس يعني. صحيح الحكومه والدوله والرئيس
يحاول يلاحق ده بزيادة في المرتبات والمعاشات وإعفاءات وتسويات مع الفلاحين وكذا، لكن الرقابة أصلا غايبة في السوق. أجي بقى ليه إحنا هنختار على أساس إيه؟ بترى الأمانة العامة أن الأهداف الوطنية هي الأساس دلوقتي، الحفاظ على هيبة الدولة وعدم السماح بخدشها والتصدي لكل مخططات إضعاف الدولة. طيب ده مين اللي ممكن يعمله؟ دي مخططات خارجية ليها أدوات في الداخل؟ آه ليها أدوات في الداخل، الجماعة الإرهابية بس. وكل من يرى في الجماعة الإرهابية أنها جزء من الجماعة الوطنية ولكن أخطأت هو شريك في هذا المخطط، حتى لو كان لا ما يقصدش. الجماعة الإرهابية لا يمكن بمشروعها تصنف جزء من الجماعة الوطنية، والتيار المتأسلم على بعضه كده له تصور لدولة مختلف عن الدولة الوطنية المصرية اللي الشعب المصري خرج في 30 يونيو 10. طب الرئيس بقى اللي هيحفظ لنا على ده مين هو؟ هو ده السؤال. الأمانة العامة هتختار على أساسه، هتجاوب وهتختار على أساسه. هذا الاجتماع كان اجتماع دولي بيحصل كل 3 أشهر، كل قيادة الحزب ومناع المحافظات ومكتبه السياسي، قيادة اتحاد الشباب، قيادة اتحاد النساء، هيئته البرلمانية. فمكان لسه لباب الترشح ما اتفتحش. هل هيكون في مرشح من حزب التجمع؟ لا، ده سؤال مهم. أول حاجة تناقشتها الأمانة العامة وقبل كده المكتب السياسي من شهر، هننزل بمرشح. فكان في المكتب السياسي قالوا احنا لا زال الرئيس السيسي، ده كان رأي المكتب السياسي، لا زال الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساندنا وأيدنا ترشحه في المرة الأولى ومن قبل ما يترشح، لا زال هو الممثل للرؤية الوطنية لحزبنا وحائط الصد أمام هذه المخططات. لكن الأمانة العامة دي هيئة أوسع بقى، وممكن يبقى لها قرار تاني، لكن هي أقرت إن مش هيبقى لها مرشح، لكن قالت هنختار على أساس إيه؟ هو ده البيان. تمام. هنختار على أي أساس؟ مين اللي هيحافظ على هيبة الدولة؟ مين اللي هيسعى لتقوية مؤسساتها؟ مين اللي لن يفاوض، مش هيفاوض ولا هيسمح لا بالجماعة الإرهابية ولا بحلفائها ولا الذين يرونا؟ وهنا بقى بنختار المرشح. اي حد بيترشح شايف ان جماعه الاخوان الارهابيه لها مشروع وطني زيها زينا؟ لا، فهي ما لهاش مشروع وطني. او شايف انها جماعه اخطات وممكن يبقى في ناس ايديها ملوثه بالدم وناس ايديها مش ملوثه بالدم فيعودوا الى حضن الجماعه الوطنيه؟ لا، هو اللي ملوث ايده زي اللي مش ملوث ايده، لان الاثنين منطلقين من فكره ومشروع واحد. فالجانب الثاني ان احنا هيبة الدولة المصرية شفنا بعينينا في فترة حكم الاخوان ازاي هم حاولوا يكسروا هيبة الدولة في عين الشعب. طب عايز اسأل حضرتك معالي النائب، يعني هل انتوا شايفين ان حزب التجمع ما زال يمثل تيار كامل كما كان دائما، ولا حزب التجمع لم تعد لديه نفس القدرة على الوصول إلى الناخبين والمواطنين وأفراد الشعب؟ إحنا جزء من الحالة السياسية اللي بتعيشها الأحزاب كلها، وإذا كانت هي تواجه مشاكل لها علاقة بالقانون وحرية الحركة بنواجهها إحنا كمان، وهذه القضايا المشاكل الحقيقية. إنما لازال حزب التجمع لا يتحدث باسم قوته من حيث عدد العضوية، ولكن برؤيته اللي يؤثر فيها بيها في عدد كبيره من الشعب المصري، وبالتالي تيار سياسي كامل، يعني تيار سياسي كامل ورؤيه يعني مين هيبقى في مصر ضد الحفاظ على هيبه الدوله وتقويه مؤسساتها؟ مين في مصر الا الجماعه الارهابيه يعني وحلفائها؟ مين في مصر هيبقى مع ان إعادة تحت أي مسمى مسميات هذه الجماعة إلى حضن الجماعة الوطنية؟ لا، هي مش ممكن، لأن هذا مشروع تاني خالص، لو مشروع ملايش له علاقة بمشروع الوطنية. نعم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع. واضح إن الفترة اللي جاية هيكون في
الكثير من المواقف اللي بتتخذ من مختلف الأحزاب ومن مختلف التيارات، بس واضح، مش عايز أحرق اللقاء اللي هنذيعه بكرة بتاع الأستاذ فريد زهران، بس واضح اللي أنا شايفه أن هناك توجه أنه لن يكون هناك قبول لناس تدعمها الجماعات الإرهابية أو الجماعات الإسلامية أو سميها زي ما أنت عايز تسميها، التيار اللي أدخل السياسة في الدين والدين في السياسة. فواضح أن ده أنا شايفه موجود على مستويات متعددة من ناس حتى قابلتهم على المستوى الشخصي، لكن الأيام هتبين لنا، كل واحد هيبقى بيكشف ما لديه من أوراق هي إيه. في مصدر في وزارة العدل بيتكلم عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة انتخابات الرئاسة وتوفير نماذج التأييد الشعبي، النماذج التأييد اللي هي التوكيلات للناس اللي عايزة تترشح، تبقى موجودة النماذج دي في مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وهتبقى برئاسة جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري شهر جمال ياقوت. وقال اللجنة هتفضل في انعقاد دائم لتوفير كل السبل المتاحة في الشهر العقاري عشان تتعمل توكيلات المرشحين ومتابعة كل حاجة تخص انتخابات الرئاسة. بكرة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة هتعمل مؤتمر تعلن فيه عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية، والهيئة قالت المؤتمر هيتم الإعلان فيه عن قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني ومواعيدها. الهيئة وصلها تقرير شامل من جهازها التنفيذي بيفيد الانتهاء من كل التكليفات والتوجيهات اللي حددها مجلس إدارة الهيئة عشان يستعدوا انه تتعمل الانتخابات الرئاسية. وبكرة ان شاء الله هيكون ضيفنا زي ما قلت لكم المستشار احمد بن داري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وهنقدر نعرف منه كل التفاصيل بتاعة العملية الانتخابية عشان خاطر التكهنات بقى تقل والاستنتاجات تقل ونعرف الدنيا ماشية في اي اتجاه، وكل واحد مننا يحدد هو عايز يعمل ايه، هو ناوي على ايه، مقرر ان هو يشارك ازاي، يقول ايه، صوته يبقى عامل ايه. اعتقد انها ايام مهمة جدا محتاجة متابعة جيدة جدا عشان كلنا نبقى فاهمين كويس قوي فناخد قرارنا الصح، ما نرجعش نندم على القرار ونرجع بقى لايام عصير الليمون وايام كذا، يعني ايام ربنا لا يرجعها. في 106 دولة موجودين في شرم الشيخ يحضروا اجتماعات البنك الاسيوي، وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية هيناقشوا ضمان حوكمة عالمية من اجل تنمية مستدامة عابرة للحدود. كلام كبير قوي، بس ان يبقى فيه التنمية المستدامة دي اللي بنتكلم عنها انها تبقى مش بس في بلد، لا دي تبقى في كل البلاد في وقت واحد، وعشان كده لازم يعملوا شراكات بين البلاد عشان البنية التحتية الصحية العالمية تبقى موجودة ومدعمة، والموارد لتمويل القضايا بتاعت المناخ تبقى موجودة، ودور القطاع الخاص في خدمات تصنيع الإلكترونيات في آسيا وأفريقيا يزيد، ويبقى فيه مشاركات وشراكات إبداعية عشان نواجه التحديات العالمية، ويبقى فيه تمويل مستدام في البنية التحتية من خلال سندات، ويبقى في اتصال اكبر في عالم مليان تحديات وفي موارد اكتر، في تمويل مبتكر، في تقليل لفجوة تمويل البنية التحتية هنا في الشرق الاوسط وفي افريقيا. ويبقى المؤتمر ده فيه ندوات معمولة عن التعاون بين الدول وبعضها اللي بيسموه متعدد الاطراف عشان يمولوا التنمية المشتركة ما بين البنك الاسيوي للاستثمار ومصر في البنية التحتية، والبنية التحتية برضو العابرة للحدود. مستقبل بتاع تعبئة التمويل هتناقش الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات هتتناقش، الشمول الاقتصادي في البنية التحتية والتحديات والفرص هيتناقشوا. الدكتور محمد معيط وزير المالية هو محافظ مصر في البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ف
فبيقول مصر بتنفتح على العالم عشان يبقى فيه شراكات ليها قدرة على تحفيز أكتر للتنمية المستدامة. وقال التعاون المائي ده متعدد الأطراف هو كلمة السر. طبعا مثل هذه المؤتمرات تعتبر يعني خطوات مهمة إننا نحقق منها أقصى ما نقدر نحققه، مش بس لنفسنا، لكل الناس اللي مشاركين في 106 دولة. يعني أكيد هم مش جايين عشان مصلحة دولة، وال 105 ما لهمش لازمة، الكل جاي عشان المصلحة العامة للجميع. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الساعة 7 الصبح النهاردة نزل وعمل زيارة مفاجأة لمستشفى هليوبلس في مصر الجديدة عشان يطمن الخدمات الطبية عاملة ازاي، فعجبه وقال النظام وسير العمل في المستشفى جيد والفرق الطبية منتظمة، فشكرهم على مجهودهم وخرج من مستشفى هليوبلس وراح داخل على مستشفى القاهرة ومر على الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي وشاف معدلات الإشغال في كل الأقسام ومعدلات التردد على العيادات الخارجية ونبطشيات الدكاترة والفرق الطبية. في النهاية اكتشف ان الدكاترة والأطقم الطبية مش منتظمين في حضورهم، ومعدلات التردد على العيادات الخارجية قليلة، ولقى كمان الأجهزة الطبية فيها أعطال عشان الصيانة ما بتتمش في ميعادها، وعشان ما فيش متابعة لأن هم يكهنوا الأجهزة اللي خلاص باظت وخرجت من الخدمة، والمستوى النظافة وغياب فرق الأمن مش حاجة قد كده. ففتح تحقيق عاجل طلب أن يتم تغيير شركة الأمن والنظافة اللي متعاقدة مع المستشفى. تعالوا نعرف أكتر عن هذه الجولة المفاجئة وعن إذا كان ده شيء هيكرر ولا لا من الدكتور حسام عبد الغفار من نيويورك، هو المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا وسهلا دكتور. مساء الخير أستاذ أسامة، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني هذه الجولة المفاجئة، هل دي أول جولة ولا ده شيء عادي الدكتور خالد بيعمله على طول؟ يعني الحقيقة أن الزيارات الميدانية غير المرتبة هي واحدة من أساليب الإدارة التي ينتهجها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة منذ أن كلف بحقيبة الصحة. النهاردة نقدر نتكلم على دي الزيارة الرقم 20-21، الزيارات غير المرتبة بخلاف الزيارات المرتبة، لأنه المتابعة الميدانية من خلال زيارات غير مرتبة الحقيقة بتدي مصداقية في التعامل مع سير العمل، في التعامل مع المعوقات، في رصد المعوقات، وفي كذلك رصد الإيجابيات الموجودة في مواقع العمل المختلفة سواء كان في المستشفيات أو في وحدات الرعاية الأساسية. يعني ده شيء بيتم بشكل، يعني أكيد مش بشكل بمواعيد وإلا مش هيبقى مفاجئ، لكن ده جزء من سياسه معالي الوزير. ده منهج اداري يتبعه السيد الوزير منذ ان كلف بحقيبه الصحه، وهو القيام بزيارات غير مرتبه سلفا الى اماكن تقديم الخدمات الصحيه. طب التحديات طبعا في مجال الصحه تحديات كبيره جدا ولن تنتهي بسهوله ومحتاجه مشوار طويل جدا. يعني النهارده لما نيجي نقول عدم انتظام الاطباء في العيادات الخارجيه، واحنا عارفين ان عندنا ازمه في عدد الاطباء وفي دخول الاطباء، التوازن بين ده وبعضه بيتقاس ازاي او بيتعمل ازاي؟ يعني يمكن حقيقه ما حضرتك ذكرته في صدر حديثك هو القاعده او هو الاساس في التعبير عن شرح الموقف. احنا النهارده بنتكلم على زياره مستشفيتين، مش بالاضافه الى وحده صحيه، في انزمام جغرافي قريب يتبعان جهات اداريه مختلفه، وبالتالي هم عندهم نفس الظروف ونفس المعوقات اللي ممكن تبقى موجوده بشكل عملي. ما ذكرته حضرتك من نقص العددي في الاطباء البشريين هو ده موجود في الجهتين، مش موجود في جهه واحده. صحيح. لكن الاختلاف هو في كيفية إدارة المسألة. فتجد أن السيد الوزير في واحدة من المستشفيات أثنى على الانتظام، أثنى على معدلات تردد المرضى، أثنى على نسب الإشغال سواء في الأقسام الداخلية أو في الرعايات أو في الحضانات، و
ووجه به مكافأة القائمين على المنظومة والعاملين فيها. ويمكن على بعد كيلومترات ليست بالكبيرة هناك مستشفى آخر وجد فيها العكس، ونحن هنا لا نتحدث عن أنه في معوقات خارج عن قدرات الإدارية للمسؤولين عن المنظومة، لكن نتكلم على معوقات مرتبطة بمعدلات تردد مرضى، نتكلم على انتظام عمل، هناك شركة نظافة فعلا وشركة أمن، لكن مدى متابعة تنفيذهم للمهام المطلوبة منهم ليست على المستوى المطلوب. نتكلم على لا نتكلم على انه والله في مشكله في توافر قطع الغيار او غيره، احنا بنتكلم على الاجراءات الاداريه المتبعه من قبل الاداره للحصول على مواعيد منتظمه للصيانه، تكهين الاجهزه التي خرجت من العمل. فاحنا بنضرب مثالين واضحين جدا في مكانين جغرافيا في نفس المكان يتبعان نفس المحافظه بنفس الظروف العامه، لكن كيف ان الاداره هنا تمكنت من تحسين جوده العمل والإدارة هنا لم تكن على نفس المستوى. فإحنا بنتكلم النهاردة زي بقول لحضرتك كده على كيف يمكن تحسين جودة العمل من خلال القدرة الإدارية المتميزة، مش بنكلف الناس بما لا يطيقوه. ما هو دكتور حسام حضرتك طبعا أستاذنا في هذا الموضوع على وجه الخصوص، الإدارة ثم الإدارة ثم الإدارة، في مش بس في المنظومة الصحية، في أي منظومة، إننا كيف يدير المدير ومعاونوه المكان، هو ده اللي في الاخر خالص بيوصلنا للنتيجه اللي بنوصل لها في الاخر سلبا او ايجابا. مظبوط يا فندم، يعني احنا النهارده لا نتحدث على ما هو خارج قدرات الاداره، لكن نتحدث على اليه في التعامل وفق المعطيات الموجوده. طب هل في بقى تدريب زياده على اساليب الاداره الحديثه؟ يعني هل هناك اهتمام زي ما عندنا التدريب بيحصل على مستوى الاطباء والاطقم الطبيه، عندنا تدريبات اكتر داخله في حته الاداره؟ الحقيقه احنا عندنا قطاع كبير في وزاره الصحه اسمه قطاع التدريب. قطاع التدريب ده واحده من المسؤوليات الملقاه على عاتقه هي توفير الدورات التدريبيه لرفع كفاءه العاملين في وزارة الصحة والسكان سواء على المستوى الإداري أو على المستوى الطبي. عندنا أكاديمية مخصصة للتدريب اسمها أكاديمية الأميرة فاطمة، في بروتوكولات تعاون ما بين وزارة الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب، في بروتوكولات تعاون موقعة ما بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية فيما يتعلق بمكافحة الفساد، والفساد لا نعني به فقط الفساد المالي ولكن حتى طبعا عدم القدره على التقاعس عن العمل. التقاعس عن العمل ده فساد، ده جزء من الفساد بالضبط كده. فالحقيقه انه نهج التدريب، ويمكن حضرتك عارف انه الدكتور خالد عبد الغفار ياتي من اكاديميه علميه اصلا او من اكاديميه او من خلفيه جامعيه، وكان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي اللي هي الوزاره المسؤوله اصلا عن التعليم والتدريب، وبالتالي فجزء التعليم والتدريب ورفع الكفاءة والتطوير المهني هو جزء أساسي من منظومة إدارة السيد الوزير لوزارة الصحة والسكان. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وترجع بالسلامة دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. نروح لفاصل ونرجع نستكمل مع حضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في السياسة مفيش ثوابت، في السياسة كل حاجة ممكن تتغير من حال إلى حال، في ما عش أقول في غمضة عين، بس أقول ممكن أقول في أيام وفي أسابيع وفي شهور ممكن كل ده يتغير. بقول الكلام ده ليه وإحنا شايفينه وعارفينه وتكرر قدامنا كتير. النهاردة سمعنا وبنقرأ خبر على أن اليونان وتركيا بيحاولوا يلاقوا أرضية مشتركة يحققوا من خلالها تقارب تاريخي، في إطار أن تركيا عايزة تعمل تحول مع مصر والسعودية، ودلوقتي اليونان بعد 5-6 سنين من انتقادات متبادلة واتهامات متبادلة بقى في يعني طريق للتقارب بيتعمل، هيتم من خلال سلسلة اجتماعات على مستوى عالي قوي. الاجتماعات دي بدأت فعلا باجتماع الرئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكس بالرئيس التركي اردوغان.
الكلام ده حصل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للمرة التانية خلال شهرين. التقارب بين تركيا واليونان، وانتوا فاكرين كان في بقى كلام يقول لك تحرشت السفن التركية بالسفن اليونانية وحصل، يعني كنا سامعين كل الحوار ده، بس النهارده واضح ان التقارب ده ممكن يبقى ضروري لتركيا عشان اليونان عضو في الاتحاد الاوروبي، وممكن تساعد تركيا انها تحل الخلافات مع الاتحاد الاوروبي. فبلومبرج بتقول اليونان مستعدة تساعد تركيا في انها يعني تدخل الاتحاد الاوروبي او في المساعي بتاعتها في الاتحاد الاوروبي، بدءا من تأشيرات ثم قيود موجودة على التجارة ثم الكلام اللي بيقوله ميتسوتاكس اللي هو وصلنا لنقطة تخلينا متفائلين بشكل معقول ان تركيا فاهمة مصالحها مع مين. وقال شرحت لإردوغان اننا بنتكلم عن نزاع رئيسي ومفيش كلام مع تركيا لو استمروا في تحدي سيادة الجزر اليونانية. الموضوع فاكرين يعني ممكن ما تفتكروش، يعني الموضوع ما بين تركيا وقبرص ثم تركيا واليونان ثم ثم ثم. فميتسوتاكس بيقول ده مش معناه ان الخيار يا اما اتفاق على اننا نحل كل القضايا في المحكمة الدولية اللي في لاهاي او ندخل حرب، لكن ممكن تبقى فيه علاقة كويسة حتى لو اختلفنا في بعض القضايا الرئيسية، وسبحان مغير الاحوال والدنيا بتتغير، مش بس في ده، بتتغير في كل حتة وفي كل حاجة. تعالوا نفهم اكتر من الاستاذ كرم سعيد الباحث في الشأن الاقليمي في الاهرام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ اسامه. يعني حضرتك شايف التقارب ده يعني ممكن يحصل ولا هو مجرد محاولات مش هتكتمل؟ لا، انا في تقديري ان المتغيرات الاقليميه والدوليه بالاضافه الى التطورات المحليه على فيما يتعلق بالداخل التركي بتمثل بيئه خصبه لدفع التقارب التركي اليوناني. الحقيقه اني يعني التقارب الحادث في هذا التوقيت ليس جديد وليس هو الاول من نوعه، يعني عشيه ما حدث في 6 فبراير الزلزال المدمر في تركيا وجنوب سوريا كانت اليونان من اوائل الدول التي تحركت لدعم تركيا، وقام وزير الخارجيه اليوناني بزياره تركيا وتم ارسال العديد من المعونات الانسانيه للاتراك في هذا التوقيت. بالإضافة الى يعني التحول الحادث في الاقليم وارتدادات الحرب الروسيه الاوكرانيه على المنطقه، كل هذه العوامل دفعت تركيا الى اعاده صياغه حساباتها، خاصة أنها عانت لفترة من الوقت من ضعف شديد في مناعاتها الإقليمية والدولية بعدما دخلت في توتر كبير مع جوارها العربي، بالإضافة إلى حالة التوتر التي كانت ما بين تركيا من جهة والقوى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية العديد من القضايا الشائكة. كل هذا التوتر يعني ساهم في عزلة تركيا. طب هل تركيا رايحة للكلام اللي كانت قال من خارج إدارة إردوغان ان يبقى في صفر مشكلات؟ هل هم قادرين على ده؟ الحقيقه ان هم بداوا في ده، يعني بدا الرئيس التركي منذ اقل من عام ونصف العام في اصلاح علاقاته بعدما ادرك ان الاستمرار في التدخل في شؤون الدول او حتى المشاكسات التي حدثت في منطقه شرق المتوسط او الصدام مع القوى الغربيه لم يحقق مردود ايجابي على السياسه التركيه، يعني كانت هناك انتقادات شديده من الداخل التركي حتى من اعضاء حزب العداله والتنميه لسياسات تركيا في سوريا وليبيا، باعتبار ان هذه السياسات يعني حملت تركيا كلفة اقتصادية كبيرة وأدت إلى تراجع واضح في مؤشرات الاقتصاد التركي، وبالتالي كان الخيار للأتراك في هذا التوقيت هو ضرورة إعادة صياغة علاقتهم الإقليمية والدولية، وده ظهر في التقارب اللي حصل مع السعودية والإمارات ومصر ومحاولة تهدئة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة التقارب مع القوى الأوروبية. يعني برغم تقرير البرلمان الأوروبي الصادر مؤخرا واللي وجه انتقادات شديدة
لتركيا في المجال الحقوقي وفي المجال الديمقراطي. لكن وصحيح ان كان تركيا لها رد فعل يعني قوي على هذا التقرير، لكنها اكدت على حرصها على مواصله علاقتها مع الاتحاد الاوروبي. يعني ايه يعني ايه رد فعل؟ يعني ايه رد فعل؟ يعني طلعوا بيان يعني ولا بالفعل؟ يعني الخارجيه التركيه انتقدت هذا التقرير ووصفته ب ان وصل التقرير البرلمان الاوروبي بالتدليس وبعدم يعني معرفه ما يدور في الداخل التركي بدقه، لكنها في نهايه المطاف هي تعي وتدرك ان علاقتها مع الاتحاد الاوروبي علاقه قويه، خاصه ان جانب واسع من الصادرات التركيه يذهب الى دول الاتحاد الاوروبي، والجانب الاكبر من الاستثمارات الموجوده في تركيا هي استثمارات اوروبيه واستثمارات امريكيه، وهولندا بتمثل الدوله الاكثر استثمارا في تركيا، وبالتالي كان هناك حرص تركي طوال الفتره الماضيه على اصلاح العلاقه مع القوى الغربيه، حتى عندما اتخذت موقف مناهض للتوجهات الاوروبيه فيما يتعلق بالحرب الروسيه الاوكرانيه ورفضت عدم الانخراط في العقوبات الغربيه المفروضه على موسكو، لكنها يعني ابدت انتقاد شديد للتدخل الروسي في اوكرانيا وعارضت التدخل العسكري الروسي ضد اوكرانيا، ودخل يعني سعت الى التنسيق مع القوى الاوروبيه للعب دور الوسيط في حل النزاع الروسي الاوكراني. نحن امام يعني متغيرات استراتيجيه وجيوستراتيجيه مغيره تدفع تركيا الى ضروره اعاده صياغه علاقاتها. الداخل التركي بيشهد ازمه اقتصاديه غير مسبوقه، حاله الاستقطاب السياسي برغم انتهاء الانتخابات الرئاسيه في مايو الماضي لكنها لا تزال على اشدها، وهناك انتخابات مقرره في العام المقبل الانتخابات المحليه، وهي تمثل اولويه للرئيس التركي خاصه مع رغبته في استعاده البلديات الكبيره زي اسطنبول. طيب يعني يعني حضرتك استاذ كرم، حضرتك شايف ان مع اللي بيحصل ده هتبتدي تركيا ترفع ايدها عن ليبيا؟ لان ما زالت تركيا ايديها جوه ليبيا، فهل هترفع ايدها عن ليبيا في محاوله اظهار نفسها انها يعني تراجعت عن سياساتها السابقه؟ لا، انا في تقديري ان تركيا مش هتتراجع عن تدخلاتها لا في سوريا ولا في ليبيا ولا حتى في شرق المتوسط، باعتبار ان تركيا ترى هذه المناطق بتمثل اولويه استراتيجيه ولها مصالح كبيره في هذه المناطق، لكن اتصور ان تركيا ربما يعني تذهب الى محاوله التنسيق مع القوى المنخرطه في هذه الاماكن، يعني زي سوريا هناك تنسيق او هناك يعني محاوله للتقارب مع روسيا وايران فيما يتعلق بالمشهد السوري، وايران وروسيا قاموا بعمليات تقارب فيما يتعلق بمسألة التطبيع التركي السوري، وأبدى الرئيس التركي حرص شديد على لقائه بالرئيس الأسد برغم أنه كانوا من أشد المعارضين والمطالبين بإسقاط النظام السوري. اليوم المعادلة تغيرت، وبفضل الجهود الروسية والإيرانية هناك محاولات لتطبيع العلاقات التركية السورية، وبالفعل كان هناك لقاءات ما بين وفود استخباراتية بين البلدين في البداية ثم تحولت إلى لقاءات دبلوماسية واجتماعات. صحيح ان هناك قضايا خلافية بين البلدين، لكن هناك محاولة من تركيا لمحاولة ترطيب العلاقة مع في قنوات مفتوحة يعني بينهم وبين بعض. صحيح، لكن لا، لكن في تقديري ان تركيا مش هتتخلى عن وجودها في سوريا، هي شايفة ان ده فرصة ليها لتعزيز نفوذها ميدانيا، وانها بتدعي ان وجودها بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية العناصر الكردية. ايضا في ليبيا هي سعت الى الانفراد بالغرب الليبي واعاده صياغه المشهد الليبي وفقا لرؤيتها، لكن في الحقيقه ان القوى الاقليميه التي تسعى الى ايجاد تسويه سياسيه حقيقيه في الداخل الليبي كانت يعني قوة صلبة، واستطاعت أن تحد من التطلعات التركية في ليبيا، وعشان كده شفنا إزاي أن تركيا بدأت تعيد حساباتها من خلال التقارب مع القاهرة وبعض القوى الرئيسية في الداخل في المشهد الليبي والوصول إلى نقاط تفاهم، وبالفعل ربما هناك يعني اتفاق مصري تركي مع بعض القوى الإقليمية على ضرورة تسوية سياسية في ليبيا وضرورة إجراء انتخابات وضرورة مشاركة كافة القوى السياسية الشرعية والمحلية في الداخل الليبي وإيجاد سلطة
يعني حقيقية وتكوين جيش ليبي موحد. كل هذه مطالب مصرية، وأثار أن تركيا يعني في ظل إصرار مصر على هذه المطالب وقوة أخرى اصطفت إلى هذه المطالب ودعمتها، لكنها في النهاية لها جملة من المصالح، وأثار أنها ستستمر في ليبيا في انتظار تحقيق أهدافها. شكرا لحضرتك الأستاذ كرم سعيد، الباحث في الشأن الإقليمي بمؤسسة الأهرام. الحقيقة العالم السياسي عالم مبهر، وفي نفس الوقت قدرة بعض الناس على إنها بيسموها إيه؟ بيسموها بالإنجليزي جوجلينج، اللي هو يبقى معاه الثلاث كور أو الخمس كور وبيحدفهم عشان خاطر يبقى بيلعب بأكتر من كورة في وقت واحد. الشكل ده والترتيب ده، وبيبقى الناس اللي بتعمل كده ما بيبقاش عندها الحرص الشديد على مصالح الشعوب. نتمنى للشعب الليبي انه ينعم في فترة قريبة بسلام وابتعاد القوى اللي عايزة تؤثر سلبا عليهم، وتكون القوى اللي بتتدخل تبقى بس تتدخل لحماية الشعب الليبي ومصالحه وثرواته، ونفس الموضوع ينطبق على الشعب السوري وغيرها من الشعوب العربية وشعوب العالم كمان. امبارح كان اليوم العالمي للغة الإشارة، عشان كده مؤسسة حياة كريمة قضت يوم مميز في رعاية ودعم إخواتنا وولادنا من أصحاب الهمم في محافظة الدقهلية. اليوم كان مليان أنشطة ترفيهية، وكان فيه عروض مسرحية بلغة الإشارة. ده الترفيهي. طب التوعوي كان ايه بقى؟ حصلت جلسات ارشاد اسري ودعم نفسي وندوات دينية وتوعوية، وكل ده مترجم بلغة الاشارة. وكمان كان في معرض لمشغولات الصم والبكم اليدوية، وتم استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير، ثم نعود مرة اخرى ونتحدث عن الحوار الوطني. اهتمامها بكافة فئات المجتمع ده مش كلام وخلاص، لكن بنشوفه على أرض الواقع من خلال مبادراتها الكتير، زي مبادرة اتكلم هنسمعك، واللي من خلالها حياة كريمة نظمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقدمت مجموعة مختلفة من أشكال الدعم المادي والنفسي، واللي بتأكد من خلالها المؤسسة إنها داعم وسند قوي لذوي الهمم في جميع أنحاء الجمهورية، وده بمشاركة 250 متطوع ومتطوعة. حياة كريمة فعلا لكل المواطنين، فاحنا بنبقى مستهدفين كل فئات المجتمع، ما بنحبش نعمل اي يعدي اي يوم من غير ما نفيد الفئات اللي موجوده في المجتمع كلها. علشان كده احنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للغه الاشاره. احنا النهارده حاولنا نجمع كل الصم اللي بيقدمه، سواء مشغولات يدويه او عاملين زي براءات اختراع بسيطه شويه، حبينا ان احنا نسلط عليها الضوء علشان يعني نعرف كل الناس ان هم لا هم عندهم قدرات وبيقدروا يشاركوا وبيقدروا يعملوا حاجات كتيره جدا. على هامش اليوم القافلة طبية متكاملة للولاد يقدروا يستفيدوا منها، ويعني يبقى متابعة طبية ليهم. وخلال الاحتفالية قدمت المؤسسة فعاليات متنوعة، منها جلسات إرشاد أسري ودعم نفسي وعروض مسرحية وأنشطة فنية علشان تفرح الأطفال، وكمان معرض لمشغولات الصم اللي عبر عن مدى موهبتهم، ده بالإضافة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وعيادات طبية متنوعة. والجميل إن جميع الخدمات اتقدمت ل 1500 مستفيد بلغة الإشارة. بشكرهم بصراحة، بشكرهم على اليوم الاحتفال دوت لأطفالنا، إن هم بيخرجوهم عن التعب اللي هم فيه والحياة اللي احنا عايشينها، حلك طبيعي لا تخاطب خروج كده، فخرجونا شوية عن الجو ده بصراحة. جزاك الله كل خير، ويبقى كده دايما على طول يعني في ظهر الناس الغلابة على طول يعني. احنا ما كنتش أتوقع إن احنا هنبقى بالفرحة دي والله. كلهم ناس محترمين جدا ومتعاونين وبيخدموا الناس، ربنا يكرمهم يا رب ويجعلهم ميزان حسناتهم. حاجه كويسه جدا ان هي عملتها علشان خاطر الناس يبقى فيه تجمع بينهم. العديد من الخدمات التنموية المختلفة بتقدمها مؤسسة حياة كريمة لتنمية وبناء الإنسان المصري، وخاصة الأولى منهم بالرعاية، وده طبقا لتوجيهات القيادة السياسية عشان يوصل الدعم لكافة المستحقين. Thank you.
ومن أكتر الحاجات اللي اتهاجمت من الناس كان الحوار الوطني. الناس اتكلمت عنه كتير، إن إيه ده؟ هم مين اللي موجودين في الحوار الوطني؟ إيه ده؟ هم بيتكلموا في إيه في الحوار الوطني؟ إيه ده؟ عملوا إيه في الحوار الوطني؟ في الوقت يعني أنا وأنا بعيد عن التلفزيون كنت متابع وشايف إن التفاصيل موجودة كتير، والإشاعات كمان موجودة كتير، والقصص اللي بتخرج منه قصص ما بين حاجات جد جدا وحاجات دم خفيف، تكتشف بعد كده انها ما كانتش حقيقية، ولكن زي ما انا عرفت من ضيفي ان جزء منها كان بسبب السوشيال ميديا قررت تحط ملح وفلفل وشطة وشوية حاجات عشان خاطر تخلق حالة يعني مرتبطة بطريقتنا برضو كمصريين، احنا بنحب الحاجة اللي دمها خفيف. خلينا نعرف القصة والمشوار كله على بعضيه مع سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وهو طبعا أمين عام المجلس الأعلى للإعلام. أهلا وسهلا بحضرتك. سلام بيه، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك فن. يعني أبدأ كده مع حضرتك في المشوار السنة ونص ده، مشوار أكيد يعني مهلك ومتعب، يعني الفكرة بدأت إزاي ومشينا إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، متشكر على استضافة حضرتك الكريمة وقناتكم الكبيرة. الدعوة رئاسية إبريل 22 إفطار الأسرة المصرية، السيد رئيس الجمهورية يفاجئ الجميع بأنه يدعو جميع القوى السياسية الشبابية والحزبية لحوار سياسي لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، في حضور كل أطياف الممثلين للمجتمع المصري، في وجود رموز بارزة من المعارضة أطلق هذه الدعوة. في ذلك الوقت الدولة المصرية في 22 وبإنصاف يعني احنا ما كانش عندنا ولا كان الإقليم كان بنفس الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي، أعلن اختيار المنسق العام وهو السيد نقيب الصحفيين الزميل ضياء رشوان، أعلن اختيار شخص الضعيف كرئيس للأمانة الفنية، وبدأت مشاورات لتشكيل ما يسمى بمجلس أمناء الحوار الوطني. مجلس أمناء الحوار الوطني مكون من 20 عضو بيمثلوا فئات كثيرة جدا وتوجهات كثيرة جدا، يوجد تمثيل للقوى المؤيدة للحكومة والمساندة لها، وأيضا يوجد القوى المعارضة لها والممثلة بشكل أساسي في الحركة المدنية. طب معلش هتوقف معك، فلان فلان لأ، على أساس إيه؟ لأ هو في ناس، ضياء رشوان اللي كان بيقود المشاورات، وضياء رشوان وهو بيقود هذه المشاورات كان قدامه التكليف بتاع السيد رئيس إجراء حوار سياسي بين جميع التيارات السياسية الشبابية والحزبية لإدارة حوار وطني لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة. هي دي كانت المحددات بتاعتنا. فإحنا كنا منفتحين، هو يعني حتى في ذلك الوقت يعني هو اللي أجرى المشاورات مع كل القوى الشرعية، وبالتالي استبعدنا منها القوى السياسية غير الشرعية. اثنين، كل من كان يريد المشاركة فكان أهلا وسهلا بيه طالما بيعبر عن اتجاه وتيار. في الآخر احنا كنا عارفين ان الحوار الوطني كمجلس أمناء، مجلس أمناء مش هو الحوار، الحوار هو الناس، هي الجلسات نفسها. فبالتالي الذي سيضع ضوابط الحوار ويشارك في الحوار هو مجلس الأمناء، بس كان لازم مجلس الأمناء يشكل تشكيلا متوازنا يعبر عن كل الأطراف، وده برضو هنلاقيه انعكس ايضا في ادارة الجلسات من حيث المقررين والمقررين المساعدين، ودي انا هشرحها لحضرتك يعني واحنا ماشيين. يعني مجلس الامناء زي ما قلت لحضرتك 20 عضو بيشكلوا كل التيارات، الناس دي ما قعدتش مع بعض قبل كده وما شافتش بعض قبل كده وما تكلموش مع بعض قبل كده، وكانوا قاعدين متوجسين خيفة من بعض. هو الدولة جادة في الموضوع ده ولا الموضوع ده عبارة عن يعني مناورة؟ ده كان تصور كان موجود. شوية بشوية بشوية بتقدم المناقشات بدأنا نعمل هيكل، بدأنا نعمل تنظيم، بدأنا نعمل حاجة مؤسسية
بدأنا نحدد القضايا، بدأنا نختار الأسماء، كل دي عوامل كانت بتبني الثقة بين الجالسين على مائدة مجلس الأمناء. على التوازي من ده كله كان في إجراءات بتعملها الدولة بترسل للناس إشارات إن إحنا بنبدأ صفحة جديدة، إن إحنا بننظر للمستقبل. تفعيل لجنة العفو الرئاسي، إخراج عدد كبير من المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية باستخدام الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية في العفو، فتح المجال العام، قنوات الاتصال مفتوحة. دي كانت إشارات كلها سياسية، السياسيين المحترفين قدروا يلقطوها وتجاوبوا معها. بعض الناس كانت متخوفة شوية، مفيش مشكلة، لكن مع الوقت التحقت بالركبية. طيب يعني النهاردة مثلا هاخد قرار زي قرارات العفو الرئاسية، ويعني ده رأي شخصي، يعني ان بعض الناس من المجتمع اعترضت اساسا على ناس من اللي تم العفو عنهم، يعني فاتخذت القرارات على اساس ايه، او التوصيات اللي رفعت للسيد رئيس الجمهورية بالعفو عن فلان وفلان وفلان، رغم ان حضرتك اكيد متأكد ان بعضهم يعمل غضب شعبي ان ليه فلان ده يطلع. لا خليني اقول مبدئيا، علشان اقول ان السيد الرئيس استخدم سلطته في العفو، ده معنى ان احنا امام شخص مدان بحكم قضائي وبيمضي عقوبه، صح؟ ده رقم واحد، يعني مفيش نفي للخطا. انما لاعتبار سياسي او مجتمعي ابعد بيقرر السيد رئيس الجمهوريه استخدام هذه الصلاحيه. في حالتنا هنا هي بناء الثقه ويعني منح الحوار الوطني الأجواء الإيجابية التي تجعل الناس يعني مطمئنة ومتأكدة إن إحنا بنغير للأفضل. أي قرار لازم يبقى ليه مؤيدين ولازم يبقى ليه معارضين. لا تتصور إن كل الناس هتجمع على شيء واحد طبعاً. أو شخص واحد طبعاً. فده طبيعي يعني. طيب يعني حضرتك بتقول إن النهاردة الحوار دار ودار بهذا الشكل الطيب اللي حضرتك بتتكلم عنه، تحليلك ايه للانطباعات السلبية اللي موجودة في الشارع من البعض على الحوار؟ احنا يعني تعودنا من بعد 11 واحنا ماشيين كده على ان دايما في نوع من انواع التشكيك في اي تصرف. تشكيك ولا التشكك؟ الاثنين، تشكيك وتشكك. يعني بمعنى الناس عندها استعداد في لحظة من اللحظات نظرا للأحداث الكتيرة المتعاقبة اللي مرت على البلد، وهي أحداث جسيمة وتحولات كبيرة، يعني انهم يصدقوا أي حاجة غير ان الإجراء ده إجراء سليم ومقصود بي وانه جد، يعني جد يعني يعني. وبتلاقي دايما الموضوع بيبدأ بإيه، بإشاعة على سوشيال ميديا وبتنتشر الإشاعة، مش في مصر بس، في العالم كله كده. المهم ان المواطنين يبقوا محصنين وقادرين يفهموا ان السوشيال ميديا في الغالب الاعم من الحالات ليست مصدرا موثوقا لاستقاء اي معلومات، ومفيش دولة هتوقف مؤسساتها وهتوقف حياتها على انها بس مجرد انها ترد على السوشيال ميديا. احنا الحقيقة في الحوار الوطني اتجهنا اتجاه تاني خالص، نوينا ان احنا نرد بالفعل مش بالنفي. احنا حطينا لنفسنا محددات، خدت مننا شوية وقت، البدايات كانت صعبة وطويلة، لكن كانت بدايات قوية وبدايات مؤسسية وبدايات قائمة على أرضية ثابتة. ده اللي كفل بقى ان احنا نمشي بعد كده يعني في سرعات منتظمة. يعني خليني اقول لحضرتك، يعني الامانة الفنية طبعا شيء محترم، وزي ما حضرتك قلت تم انتقاء الناس اللي هتكون موجودة فيه بحيث انها النهاردة تمثل الأطياف المختلفة. ده مجلس الأمناء. مجلس الأمناء. لما تيجي الناس مثلا من ضمن التعليقات، إيه ده؟ هو فلان ده طالع بيتكلم؟ إيه ده؟ هو علان ده قاعد بيسمع؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنتوا بتهزروا؟ يعني كان في حاجات مثلا شخصيات موجودة، معرفش هل ده كان مقصود إن يبقى فيه كل من يرغب، ولا ما كانتش مقصودة وكانت الشخصيات دي ظهرت فجأة؟ ده لا احنا مع اولا نأكد على حاجة واحدة بس، ان المصريين كلهم سواء، وكل واحد ليه حق زي الاخر، مفيش تمييز ما بين المصريين على اي اساس. ف
فبالتالي احنا لازم نحترم بعض. ولا حتى على مستوى الجدية؟ لا دي نتكلم فيها. مستوى الجدية اللي حضرتك بتشير اليه احنا لازم نبقى فاهمين الاول كيف تحددت الموضوعات وكيف تحدد اشخاص المشاركين في جلسات الحوار الوطني. جلسات الحوار الوطني اعتمدت بشكل اساسي على رقم واحد مقترحات المواطنين التي قدمت، مواطنين وجهات وغيرهم، كلما كان المقترح جادا متكاملا قابلا للتنفيذ سواء بصورة تشريعية أو بصورة تنفيذية ده حجز مكانه معنا. اتنين، في أشخاص بترشحهم الجهات المشاركة معك سواء كانت أحزاب سياسية سواء كانت مؤسسات معينة زي النقابات زي جمعيات زي، وفي عندك طائفة ثالثة اسمها الخبراء. فبالتالي احنا الحضور عندنا كان بشكل أساسي معتمد على مقدمي المقترحات، ممثلي الجهات المعنية طبعا من اليمين ومن اليسار من الأغلبية ومن المعارضة والخبراء. فبالتالي احنا ممكن نبقى عندنا تحفظ على اسم، لكن لا يجب أن نعترف أن كل الأسماء لها نفس الحقوق المتساوية. طيب، صدر عن الحوار 129 توصية. ده صحيح. من ضمنهم 31، الإحصائية موجودة قدامنا اهو، من ضمنهم 31 توصية في المجال السياسي و36 توصية اقتصادي والباقي للمحور المجتمعي. صحيح. المواطن لما بيقرا التوصيات دي بيلاقي فيها كلمات عامة كده يعني. ممتاز. يعني اللي هو النظر في العمل على الكلام ده كله. فهو النهارده يقول لك يا جماعة انتوا يعني قعدتوا سنة ونص عشان تبقوا تنظروا فيه أو تعملوا على، مش خارجين بواحد اتنين تلاتة أربعة يلا بينا نتحرك بكرة الصبح. كويس. يعني أنا ملاحظ إن أسئلتك بتزداد يعني. لا يا فندم أنا بستقي منك بس الشجاعة. الحوار الوطني لا يقوم بأي تصويت. آلية اتخاذ القرار في الحوار الوطني لا تعتمد على التصويت. فبالتالي ما عندناش أغلبية وما عندناش أقلية. مش زي البرلمان يعني. مش زي البرلمان. عندنا حاجة اسمها التوافق. ما معنى التوافق؟ أنا وأنت مختلفين مع بعض، أنا هفضل ماشي جنبك ومعاك لحد النقطة اللي احنا هنختلف فيها. قبل النقطة دي اسمها التوافق. فأنا لازم وأنا بصيغ التوصيات لازم أحط الصيغة اللي أنا وأنت نقبلها. أولا ليس صحيحا أن كل التوصيات النظر فيه والعمل على، لا، احنا مقدمين في بعض الموضوعات مقترحات تشريعية متكاملة. في بعض المقترحات مقترحين فيها سياسات تنفيذية مباشرة، لكن لما يبقى مثلا مطلوب منك تحقيق هدف معين والحكومة هي اللي بتقدر تختار الأدوات المناسبة، فلن يكون من الحكمة أبدا أن أنت تجبر أو تحرج جميع الأطراف وتقول أن أنا عاوز الموضوع ده بالطريقة الفلانية، ولكن أنت بتقول أنا عاوز الهدف الفلاني يتحقق وسأترك لجهات التنفيذ طريقة اختيار الوسائل. دي الفكرة. لكن يعني سيادة المستشار لما تيجي تقول والله من التوصيات دي أنا فخور أن هناك توصيات معينة خرجت من هذا الحوار الوطني، أكيد مش كل ال 129 يعني كلهم أبنائي، لكن أنا فخور أن في التوصيات دي خرجت لأن ده هتغير شكل الحياة السياسية أو هتعدل من المسار الاقتصادي. ايه اللي فيهم حضرتك شايفه؟ الحوار الوطني انا فخور بكل اجراءاته وانا شايف ان هي احرزت يعني طفره كبيره جدا في الحياه السياسيه المصريه. على المستوى السياسي احنا اتكلمنا وبشجاعه وبشكل مباشر في مساله الانتخابات المحليه. واصبح واضحا لدى الجميع ان هناك رغبه مجتمعيه ملحه إن إجراء الانتخابات المحليات لأسباب كتيرة. رقم واحد إن أنا أترك المجالس النيابية الكبرى إنها تمارس الرقابة والتشريع ما تنشغلش بالمسائل الأقل. رقم اتنين إن أنت الإدارة التنفيذية على المستوى القرية والمركز والمدينة محتاجة رقابة ذاتية، وده ما بتوفرهاش غير المجالس الشعبية المحلية. ثلاثة وده الأهم، ان اكتر مكان بيستوعب شباب هو الاداره الانتخابات الشعبيه المحليه. فبالتالي احنا ناقشنا هذه القضيه ووصلنا فيها لتوافق محترم جدا حول النظام الانتخابي، لان الدستور وضع بعض القيود الدقيقه في كيفيه تمثيل كل مجلس شعب محلي. ده
مثال في السياسي. مثال آخر في السياسي مفوضية منع التمييز. مثال آخر زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. احنا فعلا محتاجين نزود عدد أعضاء مجلسي. هقول لحضرتك أصل في نقطة بس بتاع يعني أتمنى يبقى المبنى الجديد فيه مساحات أكتر. المبنى الجديد متسع، العدد الحالي جزء من تحديده كان محدودية أماكن النواب، ودي مش عندنا برضو في مصر، دي موجودة في دول كتيرة جدا. لكن قبل ما تسأل السؤال ده، هل عدالة التمثيل وزيادة التمثيل والتوسع في التمثيل في مصالح في مصلحة المواطنين ولا ضد مصالحهم؟ من المؤكد ان المواطن لما يبقى عنده 2 نواب يتكلموا معاه مثلا في منطقته في دايرته احسن من نائب واحد. من المؤكد ان لما يبقى في تنوع في طب ده موديل خدناه من بلد معينه، قلنا والله احنا بنعمل زي انجلترا زي امريكا زي ماليزيا، هل ده موديل احنا واخدينه ونقول لا لا؟ هو في معايير، في معايير دوليه، في حاجه اسمها الوزن النسبي للمقعد البرلماني. المفروض ان كل مقعد للبرلمان بيمثل افريج معين من السكان او الناخبين. فبالتالي المفروض ان انت علشان يبقى عندك برلمان صحي، المفروض ان العدد ده في الافريج يعني من 120 ل 150 الف لو انت بتستخدم النظام الفردي. طبعا لو انت بتستخدم النظام النسبي او المغلقه المطلقه بيبقى ليها حسابات تانية. فبالتالي انت ما ينفعش تزود عن العدد ده كتير قوي فيبقى الناس مظلومه في التمثيل، ولا تقل قوي فيبقى يعني عدد قليل عندهم نواب. فبالتالي برضو في نقطه لازم نبقى احنا واخدين بالنا منها، احنا عندنا صعيد وعندنا وجه بحري وعندنا تركيبات مجتمعيه مختلفه. السلام المجتمعي مطلوب، تمثيل عدد اكبر من الفئات والعائلات والانماط الاجتماعيه مطلوب، ده كله هيريح الدنيا يعني. فبالتالي المنافسة كويسة وعظيمة، لكن أيضا نتنافس بالشكل اللي احنا يعني يسعنا جميعا يعني. ده مثلا أنا كلمتك على مخرجات بعضها في المحور السياسي. في المحور الاقتصادي عندنا مخرجات هائلة جدا في مجال الزراعة، عندنا مخرجات في مجال الصناعة، وكل الناس اللي مشتغلين في المجالات دي عارفين ان المخرجات دي مخرجات مباشرة، ولو اتنفذت هتحل مشاكل كتير. يعني ايه بقى لو اتنفذت؟ يعني احنا دلوقتي مطلعين توصيات للسيد الرئيس. هذه التوصيات بيتم احالتها لجهات الاختصاص، الحكومه والبرلمان والنواب. تمام كده. لحد ما تتنفذ الحاجات دي، الحاجات دي لو اتنفذت يعني وانس ان هي بقى اخذت الشكل التطبيقي بتاعها، وده اتصور ان السيد الرئيس قال وبشكل واضح تماما انا اي حاجة الحوار الوطني هيتوافق عليها بمعايير التوافق انا هحلها، وانا موافق عليها في حدود صلاحياتي الدستورية، وهحلها لجهات الاختصاص اذا كانت مش في صلاحيات الدستورية، وبتوصية انها تنفذ. بالضبط كده. فدي الارادة السياسية توفرت دلوقتي. فبالتالي هذه التوصيات لما تاخد الشكل التطبيقي العملي بتاعها كلنا متأكدين ان هي هتحل. طب ما تديني مثال اقتصادي كده زي ما اديتنا الامثلة السياسية. عند حضرتك مثلا احنا في حاجة اسمها الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية بتساهم في ان اسعار المنتجات تبقى مستقرة، وان الفلاح يبقى عارف تكلفته في مشروع الزراعة بتاعه قبل ما يبدأ، فبالتالي ما يخسرش. فكان في توصيه بتوسيع، بعرف تكلفته بعرف هودي المنتج بتاعه بالظبط كده، لان هو انا بشتري منك قبل ما بتزرع، فبالتالي انت محدد الاحتياجات فقادر توفر الامدادات. باختصار شديد جدا كان في توصيه بتوسيع الـ الانواع للزراعات التعاقديه، لزراعات يعني منتجات زراعيه مهمه جدا وهتساهم في توفير عمله صعبه سواء بالإيجاب أو بالسلب، وهتساهم في أن أنت توفر غذاء. أيضا مثلا أنت بتتكلم على ده، امبارح كان عندي أحد محدثينا كان بيشتكي من المجلس التصديري، بيقول أن لازم المجلس التصديري يسمع لي في أنه يقول أنا محتاج منتجات قد إيه عشان خاطر أصدرها بالشكل إزاي فيتم زراعتها، ما نبقاش بنجري ونلهث وراء الزبون.
صحيح يعني. التخطيط الزراعي الصناعي، انت محتاج التخطيط ده يبقى واضح من الاول، فبالتالي ده هنا بقى توجيه للحكومة. بالظبط، هيطلع من الرئيس للحكومة. عند حضرتك مثلا لو احنا اتكلمنا على الاستثمار الخاص، اتكلمنا على في توصية مهمة من الحوار الوطني بالنظر في تعيين وزير للاقتصاد والتمويل. الاقتصاد والتمويل يتولى شؤون التمويل والاستثمار. يعني انا عندي وزير الماليه ده موجود زي ما هو، هعمل وزير اقتصاد زي ما كان عندنا وزاره اقتصاد، وهنزود عليها كلمه التمويل. التمويل اللي هي التمويل الخارجي مثلا يعني. واخد بال حضرتك؟ مش ده جزء من التعاون الدولي مثلا؟ من حق رئيس الجمهوريه صلاحيته الدستوريه ان هو يدمج الوزارات او يفكها بحسب صحيح. الصالح العام. طول عمر مصر كان عندها وزاره اقتصاد في التسعينات اكتر. تمام. كان في اقتصاد ووزاره وتجاره خارجيه، كان في اقتصاد وماليه، كان في اقتصاد وتعاون دولي، يعني كان يعني خدت اشكال كتيره جدا. لان مجريات الامور بقت تقول، هو الموضوع بدا ان احنا كنا بنقول ان قانون الاستثمار بيستلزم وجود وزير للاستثمار. تمام. القائم باعمال وزاره الاستثمار الان هو السيد رئيس مجلس الوزراء. رئيس الوزراء. فمقرر المحور الاقتصادي طور الفكرة وقال احنا محتاجين اكتر من وزير استثمار بشوية، يبقى وزير اقتصاد، لان المسألة الاقتصادية، وده احنا ادركناه من مناقشات الحوار الوطني فعلا، يعني انت لا تستطيع ان تقدم اطباق جزئية في الاقتصاد، لازم تبقى شايف الصورة بالكامل علشان اللي هيتمده هنا هيعجز معاك هنا والعكس صحيح. بس اسمعني سيادة المستشار، لان انا حضرت الحوار كنت كبير يعني، والحوار اللي داير حوالين الغاء وزارة الاقتصاد، لان العالم لم تعد به وزارات اقتصاد خالص، هناك وزارات مالية ووزارات تجارة، وبعض البلاد عاملة وزارة للاستثمار، لكن فكرة وزارة اقتصاد ما ده عشان كده بسأل حضرتك، هو احنا بنبص على الدول الاخرى بتعمل ايه؟ فمين عنده وزارة اقتصاد؟ يعني انا فاكر كويس قوي ان برضه في الثمانينات اتلغت وزارة الاقتصاد في ألمانيا. واحنا لغيناها اعتقد في بداية الالفينيات يمكن، لما الدكتور يوسف بطرس انتقل من كونه وزير اقتصاد الى كونه وزير مالية. فيعني بصينا على التجارب، بصينا على التجارب، واللي قال الكلام ده ناس متخصصين، وهرد عليك بشكل سياسي تماما. يعني احنا كان عندنا مرة من المرات وزارة للسد العالي. تمام. ادت مهمتها. تمام. ولو هيبقى عندنا مشروع قومي مماثل ممكن يبقى ليه وزارة بلا شك. السعودية فيها وزارة متخصصة للحج والعمرة بلا شك. فكل دولة بتصمم الحقائب الوزارية بتاعتها حسب الاحتياج، حسب احتياجاتها وظروفها المجتمعية. فأنا مع يعني حتى لو ما فيش موديلات في العالم، وده مش موجود في وزراء اقتصاد في دول كتيرة جدا، أو ماسكين مهام الاقتصاد حتى وإن كان بمسمى مختلف، مش دي القضية، العبرة مش بالمسميات، لكن في النهاية أنا اللي بحدد احتياجاتي وأنا اللي عارف إيه الدواء بتاعي، مش يعني مش برا يعني. من ضمن التوصيات مثلا تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مطلب قديم منذ الستينيات، هيئة مهمة ومحتاجة تتحرك بشكل أسرع، فبالتالي اقترح تحويلها إلى هيئة اقتصادية بدلا من إنها هيئة خدمية وتخرج برا وزارة البترول؟ تخرج بره، لا تخرج بره الموازنة العامة للدولة، بيطلع لها قانون خاص بموازنتها، لكن بيبقى عندها حرية حركة أكبر، لأن هي الهيئة الاقتصادية بتاخد أرباحها وبتراكمها وبتقدر تفتح مشروعات زي قناة السويس مثلا، وزي هيئة الاستثمار مثلا، هيئات اقتصادية كتير في البلد يعني، فبالتالي بتقدر إنها الأرباح بتاعتها تراكمها تشغيلها. وتعيد تشغيلها بقى، فبتطور نفسها، بيبقى عندها مرونة حركة أكبر. بس أنا عندي إحساس أو انطباع إن ده فعلا حاصل، مش كده؟ ولا أنتوا محتاجين حرية حركة أكبر؟ هي لحد دلوقتي مش هيئة اقتصادية، إحنا لو اديناها الإمكانيات المقررة للهيئات الاقتصادية مؤكد إن النتائج هتبقى أفضل. عظيم. عندنا حاجات متعلقة بالشباك الواحد، عندنا حاجات متعلقة بالصناعة يعني. طب الشباك الواحد يا معلم، معلش بقى، عشان الشباك الواحد ده اللي هو ايه،
هل على رأي المسرحية أسد ولا أفتح الشباك الواحد؟ أنا برضه بسمع عنه من وأنا في إعدادية. المبدأ تمام 10 على 10، التنفيذ 9 على 10، مش محدش يزعل مني. لأن النهاردة بنيجي بنقول الكيتشن اللي ورا، المطبخ اللي ورا، الباك اريا اللي ورا ما بيحصلش فيها الحاجة دي، فلما نرجع نقول نفس الحاجة تاني هنبقى أرضينا ضميرنا بأننا طلعنا قلنا الشباك الواحد، لكن في نفس الوقت هو شباك واحد بيطل على شبابيك كتير. لا، خلينا من الإنصاف، احنا بنتقدم وبنتحسن، ممكن مش المستوى اللي احنا او التوقعات بتاعتنا، لكن انت لازم في كل شوية تقف وتقيم وتشوف ايه المشكلة وترجع تصلح مرة تانية. عملية الإصلاح عملية مستمرة. فيما يتعلق بالشباك الواحد، هو الفكرة كلها ان كل الجهات بتحاول على قد ما تقدر تقوم بمهمتها بنفسها، فأحيانا بتلاقي المستثمر بيقع ما بين تعدد جهات وتعدد ولايات، وهو لا يعني في النهاية كل الإجراءات الداخلية دي، هو يعني النتائج التي تدر أرباح أنا وإنت مستفيدين. فقانون الاستثمار لما حط بعض الآليات التي تضمن أن الشباك الواحد يتم تفعيله، هل تم تفعيله بأقصى يعني الدرجات؟ ده يعني انا مش متخصص طبعا، يعني او مش متخصص، ما عنديش اخر احصائيات عن عمل الشباك الواحد، لكن اللي احنا سمعناه اخر شباك فيهم هو فيش غير شباك واحد. لا، ما فيش شباك واحد في الجمارك. لا، انا بتكلم على الشباك الواحد اللي في هيئه الاستثمار. هو خد بال حضرتك، لو الفكره مش ناجحه ما كانتش اتكررت في الجمارك، ما كانتش اتكررت في جهاز المشروعات. بس هنا اصل التنمية الصناعية عندي مشكله الولايه والولاية على الأراضي. صحيح، ما دي كانت من ضمن التوصيات. فالولاية على الأراضي النهاردة فض هذا الاشتباك، بيعني الدخول في عظم وزارات وهيئات وناس غير راضية عن ده، وفي الآخر خالص أنا مستثمر عايز حتة أرض، أروح لهيئة التنمية الصناعية ولا أروح لهيئة الاستثمار ولا أروح للمحليات اللي هياخدني من إيدي ويقول لي حته الارض اهي، في حين ان الهيئتين الاخرتين متنازعتين، ما عندهمش اصلا الواحد اللي هياخدني من ايدي يقول لي حته الارض بتاعتك اهي. فبقى انا عارف ان الارض دي جنب برج كهرباء ولا جنب فيها مشكله ايه، يعني فيها تنازع شديد جدا. فهل نظرنا دخلنا جوه المشكلات دي ولا بصينا عليها من بره بس؟ لا بالعكس، هو اللي كان بيحضر جلسات الحوار الوطني كان اصحاب الشأن وخبراء ومتخصصين وممثلين جهات معنية، زي مثلا اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، الغرف التجارية، كل دول كانوا قاعدين فعشان كده الكلام كان ليه مصداقية وليه أهمية. احنا كنا بنسمع وهم في حد كان بيطرح المشكلة وحد كان بيطرح الحل، الحل ده كان ممكن يبقى فيه توافق عليه، حل أكتر، حل تاني كان يبقى عليه توافق أكتر. بالعكس، الاستماع والمناقشة كانت من أهل الخبرة والاختصاص، يعني ده بشكل اساسي، خصوصا في المسائل الاقتصاديه، خصوصا في المسائل الاقتصاديه. مش هشاكس اكتر من كده برضو، عشان ايه سياده المستشار هو امين العام للمجلس الاعلى للاعلام، خلي بالكم. يعني هنروح لفاصل ونرجع نستكمل هذا الحوار الهام عن الحوار الهام اللي هو الحوار الوطني. خطوات جادة وفعالة انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، وتم التوصل إلى الحزمة الأولى من التوصيات في المحاور الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي. وصلت توصيات المرحلة الأولى من الحوار إلى 129 توصية، وجاءوا كالآتي: 30 توصية في المجال السياسي، 38 توصية للمجال الاقتصادي، و61 توصية في المحور المجتمعي. توصيات المحور السياسي تطرقت إلى قانون المجالس الشعبية المحلية وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكان ملف النظام الانتخابي من الملفات التي شهدت زخما في النقاش والآراء، ليوصل الحوار بثلاثة سيناريوهات: إما النظام الفردي والقوائم المغلقة، أو القائمة النسبية تماما،
أو مزيج من الفرد والقائمتين المغلقة والنسبية. أما المحور الاقتصادي أوصى بعدة قرارات من أجل تهيئة المناخ للاستثمار وجذب مستثمرين جدد، فضلا عن بحث أسباب تراجع الأسهام الصناعية المصرية، بالإضافة إلى وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله ووضع مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم. وعلى صعيد المحور المجتمعي، تم بحث قضية الوصايا على أموال القُصر، وأوصى الحوار بتعديل أحكام الولاية لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب متقدمة عن الجد، فضلا عن دعم وتمكين الشباب وبحث سبل دمج أصحاب الهمم والقدرات الخاصة. رحلة عمل شملت 74 جلسة عامة و16 جلسة تخصصية بمشاركة 60 حزبا وبإجمالي أكثر من 300 ساعة عمل، وتم تعليق الحوار لحين بدء انتخابات الرئاسة. هل ينتقل مناخ الحوار الوطني للشارع المصري؟ ومتى تدخل التوصيات حيز التنفيذ؟ مرة أخرى أرحب بسيادة المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. في كم موضوع كده، يعني موضوع من ضمنهم ان بكره خلاص زي ما التقرير بيقول او زي ما كلنا عارفين انها تعلن التفاصيل بتاعت الانتخابات الرئاسيه. هي الانتخابات دي مبكره زي ما الناس بتقول؟ هل هي كان المفروض تتم شهر 4 اللي جاي؟ هل هي في ميعادها ولا مبكره ولا ايه وليه؟ طيب مبدئيا كده احنا عندنا هيئه مستقله هي التي تتولى اداره الانتخابات الرئاسيه، فاحنا كل التقدير وكل الاحترام يعني لاختصاص محفوظ. لكن مسألة الانتخابات المبكرة دي برضو من الحاجات التي أطلقت في السوشيال ميديا وانتشرت بدون أي مبرر وبدون أي داعي، وهي مش مبكرة. أنا هوضح لحضرتك بالتفصيل. إحنا عندنا الدستور بيقول مدة رئيس الجمهورية، وبيقول امتى تبدا الانتخابات الرئاسيه بشكل يضمن ان الانتخابات تتم وتعلن نتيجتها بحيث ما يبقاش فيه فراغ في السلطه. فالدستور قال ايه في الماده 140؟ قال في الماده 140 تكون مده رئيس الجمهوريه 6 سنوات، وتبدا انتخابات رئاسه الجمهوريه قبل 120 يوم من انتهاء المدة الرئاسية. 120 يوم يعني 4 شهور. صح؟ مظبوط. تمام. والدستور ايضا قال يجب ان تعلن نتيجة الانتخابات قبل 30 يوم على الاقل من انتهاء المدة الرئاسية. تمام كده؟ كل ده علشان ما يبقاش فيه فراغ للسلطه. طيب. رئيس بيسلم رئيس. طيب. او ان لو في حاله نفس الرئيس زي ما بيحصل في امريكا مثلا، بالظبط، بريزيدنت وبريزيدنت إلكت، الرئيس والرئيس المنتخب. تمام. ما يبقاش فيه فراغ في السلطه. طيب احنا كانت مده الرئاسه عندنا مدتها 4 سنوات، وبعد كده تم زيادتها من 4 سنوات ل6 سنوات. فكان المطلوب بالدستور في التعديلات الدستوريه يحط نص انتقالي. يعني ايه نص انتقالي؟ يقول مدة الرئاسة الحالية اللي هي كانت 4 سنين هتخلص امتى؟ فحط المادة 241 مكررا من الدستور اللي بتقول تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي في التعديلات الدستورية بعد انقضاء 6 سنوات من تاريخ اعلانه رئيسا للجمهورية. تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ اعلانه رئيس للجمهوريه. رئيس للجمهوريه. طيب خلاص تاريخ اعلانه دي تاهت ولقيناها. تعالوا يا جماعه نرجع لقرار اليوم كام الهيئه الوطنيه للانتخابات. وانا كنت بتكلم مع الاعداد بتاع حضرتك في الموضوع ده، قلت لهم الناس معتقده ان 30/6 هو التاريخ، في حين ان الاعلان تم يوم 2/4 لان الانتخابات لم يكن لها جولة إعادة. فبالتالي أنت لما تيجي تحسب 120 يوم لما الأربع شهور سابقة على 2/4 يعني أنت 12. بتتكلم في شهر 12. بتتكلم في شهر 12 ده اللي هو الحد الأقصى،
يعني انت ممكن تخليها في شهر 11، ممكن تخليها في اواخر 10، كل ده في المواعيد المعتادة. لكن الميعاد الحتمي اللي انت لو تجاوزته بعد شهر 12 يبقى انت عندك مشكلة دستورية، لان انت خالفت القيد المتعلق ب 120 يوم. ايضا لازم تعلن نتيجة الانتخابات قبل انتهاء المدة الرئاسية ب 30 يوم على الاقل. يعني لو ما 2-3 ده بحد اقصى برضه. يعني انت ممكن تعلنها قبل كده. انا بقول لحضرتك الانتخابات الرئاسية المبكرة هي التي تأتي في نصف المدة، في بداية المدة، قبل انقضاء 70% من المدة. اما انت بتتكلم في ايام واسابيع وشهور، يعني وشهر او تا، هذه ليست انتخابات مبكرة. لكن ايه اللي حاصل؟ بذرة اتحطت على السوشيال ميديا، كبرت 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 بدون داعي، واحنا لينا ناس حبايب بيضخموا الحاجات، واحنا المطلوب ان احنا برضو، انا بقول لحضرتك من خلال برنامجك الكريم، السوشيال ميديا ليست مصدرا موثوقا لاي معلومات. صحيح صحيح، بكل واحد بيكتب اللي هو عايزه. طيب بمناسبه ده برضو هخرج بره موضوع الانتخابات الرئاسيه، يعني كان وده اعتقد دار في الحوار الوطني الموضوع ان بعض الجمعيات كانت طالبه ان يبقى ليها رقابه على الانتخابات الرئاسيه، بعضها توافق عليه وبعضها ما توافقش عليه. اللي ما توافقش عليه ليه؟ مبدئيا كده برضو الاول احنا لازم نقول ان الانتخاب حق وواجب. تمام. اتنين، ان في نص في الدستور بيقول تضمن الدولة نزاهة العملية الانتخابية. تمام. نزاهة العملية الانتخابية دي ليها اجراءات كتيرة جدا. اولها من اول قاعدة بيانات الناخبين وطريقة اعدادها وتنقيحها والقيد فيها، مرورا بيوم الاقتراع، انتهاءا باعلان النتائج والفرز. اعلى الضمانات اللي موجودة عندنا لإدارة العملية الانتخابية هي الاشراف القضائي الكامل. طب احنا مكتفيين بالاشراف القضائي الكامل فقط؟ لا، عندنا ضمانة اخرى، ان احنا سمحنا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بمتابعة اجراءات الانتخابات. متابعة وليس الرقابة على، لا، اي دولة بتحترم نفسها ذات سيادة لا تسمح ان يبقى في رقابة. مفيش رقابة حتى من داخلها، في متابعة. فندم هي اولا انت بتكلمني من الخارج، لا، هي المؤسسات بتراقب بعضها. وبعدين ما تنساش برضو ان كل قرار بتتخذه الهيئة الوطنية للانتخابات هو قرار قد يكون يعني لو انت مش موافق عليه تقدر تطعن عليه وتلجأ للقضاء، لان ده حقك الدستوري. فبالتالي هناك مجموعة كبيرة من الضمانات، من ضمنها ان انت السماح لوسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بالمتابعة. طيب هل انا هسمح مثلا لمئة ألف منظمة بمتابعة الانتخابات؟ هناك قيود على العدد. هل أنا هسمح لمنظمات لا يدخل في اختصاصها العملية السياسية والديمقراطية والانتخابات؟ هناك ضوابط متعلقة بالاختصاصات. بمين؟ ماشي، مين اللي بيحط الضوابط دي؟ الهيئة الوطنية للانتخابات، وبتطبق الضوابط دي وفقا للمعايير اللي هي بتحطها. هي هيئة مستقلة ليس للحكومة علاقة بيها، تاخد تمويلها مباشرة من الدولة ومن الموازنة العامة، أعضائها مستقلين تماما، 10 من القضاة من جهات متعددة، كل واحد فيهم بيخدم مدة 6 سنوات مرة واحدة في عمره وخلاص. فبالتالي دي كلها ضمانات. فأنا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات هو اللي بيحدد مين اللي بتنطبق عليه شروط المتابعة ومن لا تنطبق. يعني مثلا لو جمعية مش من اختصاصاتها أصلا العمليه الانتخابيه، يعني رعايه صحيه لسه لحضرتك، يعني رعايه صحيه مع كل الاحترام، مش وبرضه بتاع التنميه السياسيه او يعني متابعه الانتخابات، لو راح للجمعيات بتاعه الرعايه الصحيه مش هيقبلوه، ملوش دور هنا. بالظبط، ملوش دور يعني. طيب خليني ارجع برضه للحوار، وكان في ملف مهم جدا وهو ملف القروض والدين. ودي ده ملف اتفتح وما اتحسمش. ازاي تم تداول هذا الموضوع؟ وليه اترفض ان يبقى في قانون يحط سقف لنسبة او حجم الدين؟ طيب مبدئيا احنا عندنا في ال هتاخد قرار بكرة في المجلس انك اني ما اطلعش تاني؟ لا بالعكس، الاسئلة نشطة يعني. في لجنة اسمها لجنة الدين العام. ودي لجنة الحقيقة عشان تعرف ان الحوار الوطني فعلا كان نابع
من الاحتياجات المجتمعية. فاحنا يعني لجنة الدين العام دي من اللجان الثابتة عندنا، عملت 3-4 جلسات عامة، وعملت جلستين أو 3 متخصصين قاعدين بقى، الخبراء قاعدين بيتكلموا مع بعض، ولسه اللجنة دي ما خلصتش عملها. لكن الشاهد من الكلام، كان عندنا تيارات سياسية مختلفة، وكان عندنا خبراء ومتخصصين. من ضمن الحاجات اللي اتقالت ضرورة وضع سقف للدين العام بقانون. طيب كويس، جبنا الكلام ده منين يا جماعة؟ جبناه من الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. طيب انتوا عارفين يا جماعة الولايات المتحدة الأمريكية ليه حاطة سقف للدين العام؟ علشان لو الكونجرس لم يقر الموازنة بالاتفاق مع السلطة التنفيذية، بيحصل للحكومة حاجة اسمها شوت داون. زي كان هيحصل السنة أظن اللي فاتت، كل سنة بتحصل مداولات تجنب الشوت داون، الإغلاق الحكومي. طب تعالوا نتكلم هنا في مصر كده، نفتح قانون المحاسبة الحكومية أو قانون الموازنة العامة المالية العامة الموحد. بيقول إيه؟ بيقول إذا لم تقر الموازنة العامة للدولة لأي سبب من الأسباب، لأن الموازنة العامة بتقر بقانون، يعمل بالموازنة القديمة، يعمل بالموازنة القديمة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة بنظام 1/12. يعني أنت مثلا كل شهر بيتصرف لك نفس مخصصات العام الماضي لحد ما البرلمان، طبعا النص ده مش موجود عند الأمريكان، فبالتالي هناك جدوى لوضع سقف الدين العام. طب هو إيه اللي بيحصل؟ بيحصل ان هما بيعدلوه كل سنة بناء على ايه؟ بناء على ان بقى بتحصل مفاوضات سياسية، سيب وهات وخد و و و و وسيب ولا سيب، يعني كتير قوي انها سيب ولا سيب هناك. طبعا انا بقول لحضرتك ان هي 63 مرة تم تعديل سقف الدين العام في الولايات المتحدة، فبيتعدل. فبالتالي انت بتحط قيد، انت عارف في لحظة اولا الدولة لا تقترض الا لضرورة، والدولة لا تقترض الا باجراءات دستورية، القروض بتمر بمسارات دستورية محددة وبيشترك فيها عدد بس من المؤسسات. هي اصبحت قضية رأي عام، فبالتالي عشان كده هي اثيرت في الحوار الوطني، لانها قضية رأي عام مش بس في السوشيال ميديا، لا ده على مستوى الناس كلها، حالة من حالات القلق. فبالتالي اضطريتوا كان من المستحب انكم تتناقشوا في هذا الموضوع. هو الحقيقة ان ده كان احد المقترحات، وتمت المناقشة فيه بنفس الطريقة اللي انا قلتها لحضرتك، لان دي فكان في رأي يؤيد اصدار مثل هذا القانون، وكان رأي اخر بيقول لا وجود لا جدوى من هذا القانون، في ضوء ان اصلا اذا لم تقر الموازنة فبيعمل بالموازنة القديمة السابقة. هو فعلا انتوا اقترحتوا او حد اقترح ان الاهلي والزمالك يتباعوا؟ والله ما حصل. يعني بص، الزمالك بس مش كده؟ لا ما خد بال حضرتك، انا مش عاوز اقول انا اهلاوي ولا زملكاوي، بس ايه خلاص كده بانت. لا هو برضو السوشيال ميديا مش صحيح ان حد كده؟ لا هو لا حد طلب بيع الاهلي ولا حد طلب بيع الزمالك، لكن الفكره ان قانون الرياضه الجديد بيجيز انشاء شركات للنوادي للرياضه زي كل دول اوروبا. لكن ما حدش قال في الحوار الوطني احنا عاوزين نبيع الاهلي او نبيع الزمالك، ده مش اولا النوادي الرياضيه هيئات خاصه ذات نفع عام، فبالتالي الهيئه نفسها لا تباع ولا تشتر، لانها يعني دي منشاه بناء على قانون وفي اجراءات. لكن القانون الجديد بتاع الرياضه اجاز للنوادي انها تنشئ شركات، واعتقد ده بيحصل حاليا بيحصل في كل حته. يعني لا بيحصل حاليا في مصر، في ماشيه الطريق ده ماشي، ده حقيقي، ده حقيقي، ده تطبيق لقانون الرياضه الحديث. بس انا اعتقد بيحصل في الاهلي بس مش كده؟ انا مش كروي قوي يعني. طيب طيب خليني اسال حضرتك برضو، يعني بما ان الفرصه قدامنا، انا اولا بستاذنك ان يبقى هذا الحوار متكرر، لان الوقت مش هيسعفنا اننا نتكلم في كل الحاجات دي، فاسمح لنا كده اننا نبقى على فترات متقاربه مش متباعده نلتقي بحضرتك ونستنير بما ارتبط بالحوار الوطني وما يرتبط بالحياه السياسيه عموما. موافق حضرتك؟ حضرتك صديق عزيز، واحنا في تواصل مستمر مع بعض، طبعا متشكر. طيب يعني
هل النهارده واحنا بنتكلم الحوار الوطني ما هو توقف لحين اجراء الانتخابات الرئاسيه؟ هل سيعود مره اخرى؟ هل هيبقى مؤسسه موجوده مستمره؟ هل ليها شروط جديده، شكل جديد؟ انا اسالك، طب انت رايك الاول كان ينفع الحوار يكمل وفي انتخابات رئاسيه؟ لا طبعا، يعني التوقيت ده طبعا خلاص لازم يبقى في حاله صمت انتخابي. يعني زي ما بيقول رقم واحد هو حوار وطني مش حوار انتخابي. تمام، رقم واحد. رقم اتنين، الحوار الوطني عاوز يقول ان انا على مسافة واحدة من جميع المترشحين، حتى وان كانت الدعوة التي انشأت اليات الحوار الوطني هي السيد الرئيس اللي هو مترشح او ان شاء الله يعني يترشح في الانتخابات. فبالتالي الفكرة كلها ان انت يجب ان تقف على مسافة واحدة من الجميع. اتنين، ممكن يبقى عندك مترشحين من اكتر من تيار سياسي، فبالتالي لو التيارات السياسيه دي ممثله داخل الحوار الوطني هيبقى الشكل ايه؟ هتبقى المناقشات شكلها ايه؟ تمام. فبالتالي من العداله ومن الانصاف ومن الحياد ان الحوار الوطني يتوقف قليلا لتعبر الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله بسلام. تمام. وبالتالي يعود مره اخرى، يستأنف مره اخرى. طبعا احنا لازم نكمل القضايا اللي احنا بدأناها، هنكملها. ماذا بعد انتهاء القضايا اللي احنا عملناها؟ اللي هيحصل ان في تقرير ختامي بيترفع للسيد الرئيس بكل الاجراءات التي تمت. السيد الرئيس في حوار شهير في مؤتمر الشباب في برج العرب سئل هذا السؤال، هل الحوار سينتهي ام الحوار مستمر؟ وقال ان حالة الحوار مطلوبة في المجتمع ويجب ان تستمر. هتستمر بأي شكل، بأي آليات، بمؤسسة دائمة، بشكل المؤسسة دي ايه، مين اعضائها، مين هيشتغلوا ايه، هتشتغل كام شهر في السنة، هتبقى جلساتها عامة ولا مغلقة، هتشتغل في المستقبل ولا في الماضي ولا في الحاضر، دي كلها اسئلة يعني من المبكر الاجابة عليها. لكن الحقيقة ان المجتمع كان فعلا محتاج الحوار الوطني. النتائج التي تحققت في الأوساط السياسية والاقتصادية والمجتمعية في الحوار الوطني فعلا كانت بتقول ان هو كان ضرورة، وده يقول ان الدعوة بتاعت الحوار الوطني كانت الميزة في الدعوة ابتداء، كانت متبصرة، كانت بعيدة النظر، مع ان الدعوة في الاول ما كانتش مرتبطة بأزمة محددة، لكن لما حصلت الأزمات المتوالية دي زادت أهمية الحوار الوطني بشكل كبير. طيب عندي سؤال، خلينا نعتبره سؤال اخير عشان ما انا اثقلت على حضرتك. حضرتك كان ليك كلمه وقلت فيها ان الدستور ادى الحق ان يبقى فيه انتخاب للمحافظين. والامر متروك للمشرع. صحيح. من هو المشرع في الحال اذا كان الدستور اقرب ده؟ هل اعضاء مجلس النواب يقولوا لا احنا عايزينهم بالتعيين مش عايزينهم بالانتخاب؟ لا، اوضح لحضرتك، هو الدستور قال يجوز انتخاب المحافظين او تعيينه. تمام كده؟ الدستور اجاز ان انت تتبع طريقه الانتخاب او التعيين، لكن المناقشات التي دارت في الحوار الوطني قله قليله جدا اتجهت لانتخاب المحافظين. ولكن الغالبيه العظمى من المناقشات كانت بتحط محاذير كبيره جدا على مساله انتخاب المحافظين، وان هي قد لا تتناسب معانا دلوقتي، وان احنا لو هنفكر في حاجه زي كده ممكن يبقى في المستقبل المتوسط او البعيد. لكن الحقيقة قضية طريقة شغل منصب المحافظ بالانتخاب لم تكن محل اتفاق انها تبقى بالانتخاب. سيادة المستشار، استمتعت بالحوار مع حضرتك واستفدت جدا الحقيقة. يعني كنت فاكر ان انا تابعت كويس، لكن واضح ان انا كانت متابعتي مش على نفس المستوى اللي حضرتك قدمته لنا النهاردة، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده شرف لينا وسعداء بهذه الاستضافة وكتر خير. شكرا لحضرتك. خالص الشكر للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. هنلتقي بكرة إن شاء الله على خير، وزي ما قلت في بداية الحلقة إننا هنذيع اللقاء اللي كان حصل فيه بعض الأعطال الفنية وتم إصلاحها زي ما تأكدت من الزملاء دلوقتي مع الأستاذ فريد زهران، وفي نفس الوقت هيكون عندنا حوار أيضا شيق عن الانتخابات الرئاسية، نعرف تفاصيل أكتر ونقدر نفهم أكتر
احنا ماشيين ازاي ورايحين على فين. نلتقي بكره على خير، وتصبحوا على الف خير.